طيب هنروح برضو لآية تانية بتقول هوذا فنظر إلى يسوع ماشيا فقال هوذا حمل الله، ده في أصحاح 1 عدد 36، حمل الله اللي ذكرها يوحنا المعمدان. بمعنى الحمل يعني خروف، خروف صغير، فهو الحمل بيقدم ذبيحة. فالمسيح وهو معدي كده يوحنا شاور عليه من بعيد وقال هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. وطبعا نتيجة انه قال الكلمتين دول اتنين من تلاميذه سابوه ومشوا ورا المسيح اللي هم طلعوا بعد كده يوحنا واندراوس اخو بطرس. كونهم قالوا سمعوا الكلمتين دول ومشوا ورا المسيح معناها ان يوحنا قاعد بيجهزهم من بدري ان يتقابلوا مع المسيح. يوحنا المعمدان بيجهزهم ازاي؟ قال لهم لما هيجي المسيح هيتذبح نيابة عن العالم، عشان كده سماه حمل الله. الاسم حمل لانه هيذبح من اجل خلاص العالم، وده اسم مهم جدا لدرجة انه مذكور ايضا في سفر الرؤيا، عشاء عرس الخروف او عشاء عرس الحمل. فالمسيح هو الحمل الذي قدم ذبيحة نيابة عن كل البشر. في العهد القديم كان اللي يغلط بيجيب خروف ويقف قدام الكاهن يعترف بخطيته، هو ايده فوق راس الخروف ويقوله، كان يضغط قوي كأنها الخطيئة بتنتقل منه للخروف فهو يتبرر. دي طريقة تقديم الذبيحة. ياخد بقى الكاهن الخروف يذبحه يحطه على المذبح ويحرقه كمحرقة يعني، فالخطيئة اللي اتنقلت ليه تموت في الخروف. ده كل ده إشارة للمسيح اللي احنا كلنا بنتعلق بيه، وهو مات نيابة عنا على الصليب. على الرغم من ان اليهود كانت دي طريقة تقديم الذبيحة، وكلمة حمل مش جديدة على ودان اليهود انهم يسمعوا، كان بيتبرر لما الحمل بيتقدم مكانه، لكن برضو ما كانتش سهل انهم يفهموها او حتى يقبلوها لما ذكرها يوحنا في البداية. ليه بقى؟ في الحقيقة معهم حق، لان الله في العهد القديم منعهم ان هم يقدموا ذبائح بشرية. فلما يلاقوا انسان بيتذبح مش ممكن يكون الله بيقبل هذه الذبيحة. لكن هو منعهم ليه من تقديم ذبائح بشرية؟ اولا لان دي حاجة وحشية ان الانسان يقدم ابنه ذبيحة لله. الحاجة التانية ان الشعوب اللي حواليهم الوثنيين كان بيعملوا كده، بيقدموا اولادهم ذبائح للاوثان ويحرقوهم في النار وهم أحياء، شيء بشع. فربنا قال لهم ما تعملوش زيه. فترسخ في ذهن اليهود أن الذبائح يجب أن تكون حيوانية فقط، بس هم كمان مش واخدين بالهم أن هذه تشير إلى ذبيحة المسيح. وطبعا لما يجي واحد يهودي النهاردة يقول فعلا أنا مش مصدق يسوع النصيري بتاعكم يكون هو المسيح، نقوله طب اقرأ أشعياء إصحاح 53 ويقرأ المزمور 22. الإصحاحين دول مزمور 22 وإشعياء 53 بيوصفوا المسيح إنسان بيتذبح. لما يقول ثقبوا يدي ورجلي وأحصي كل عظام، وكل التفاصيل بقى، كشاة تساق للذبح وكنعجة صامتة أمام الذي يجزها، يجزها معناها بيذبح. فهو يبتدي يدرك ان فعلا بالرغم الذبائح في العهد القديم كانت خاصة بالحيوانات وممنوع تقديم ذبائح بشرية، لكن هذه الحيوانات ما كانتش تنفع تخلص الانسان بأي صفة يعني، لكنها كانت اشارة ورمز الى ذبيحة المسيح. وحتى الله لما طلب من ابونا ابراهيم انه يقدم اسحاق محرقة ما خلاش الموضوع يكمل الآخر، كان مجرد اختبار للحب، لكن كان في رفض ان ذبيحة المسيح. ده اختار فعلا للحب وفي نفس الوقت اشارة لذبيحة المسيح. اسحاق هنا يرمز لآدم محكوم عليه بالموت، خده اذبحه. فلما جه عند المذبح قال له لا، شيل اسحاق وحط مكانه الكبش، رمز للمسيح الذي مات بدلنا. عشان كده احنا بنؤمن بالبدلية العقابية، وان المسيح مات وقبل الموت بدلنا لان هو ما يستاهلش الموت. عارفة لو المسيح غلط غلطة واحدة كان يبقى الموتة دي بتاعته، اجرة الخطية موت. لكن هو قبل الصليب وقف قال من يبكتني على خطية،
وبيلاطس شهد أنه بلا خطية، لم أجد علة واحدة في هذا الإنسان. وامرأته أرسلت إليه تقول له إياك وهذا البار. البار. إذن الموت اللي ماته المسيح ده مش بتاعه. صحيح. يموت ليه؟ الموت دي بتاعتنا. أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، إنه ادانا ناكل جسد الحي عشان نحيا به. فالموت بتاعتنا هو أخذها، والحياة بتاعته ادها لنا. عشان كده هو حمل الله المذبوح من أجل حياة العالم.